السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع درس جديد من دروس تجويد كتاب الله سبحانه وتعالى. وما زال الحديث عن ملحقات المد الطبيعي. تكلمنا في المد الطبيعي وتكلمنا عن ملحقات المد الطبيعي. قلنا أن ملحقات المد الطبيعي أربع ملحقات للمد الطبيعي: مد العوض، مد البدل، مد الصلة الصغرى، والألف في هجاء حي طهور. احنا طبعا في الدرس الماضي في ملحقات المد الطبيعي اخذنا مد الايه، مد العوض. في الدرس بتاعنا ان شاء الله هنتكلم عن مد الايه، مد البدل. قلنا يا جماعه ملحقات المد الطبيعي يعني المد ده بيكون حركتين، بيكون كام حركتين، ده الايه ملحق بالمد الطبيعي، لان المد الطبيعي بيمد كام حركتين. قلنا مد العوض وده له الدرس الماضي، واحنا طبعا مرقمين الدروس. الدرس بتاعنا النهارده هو مد البدل. مد البدل هو أن إبدال الهمزة الثانية الساكنة حرف مد يناسب الحركة التي قبلها. ده طبعا التعريف بتاع مد البدل. عايزك طبعا تبقى عارف التعريف بالشكل ده كده، علشان لو جاء في مثلا في امتحان أو أن أنت حد سألك وقال لك إيه هو تعريف مد البدل، تقدر أن أنت تتكلم كلام علمي. فعلماء التجويد عندما عرفوا مد البدل قالوا هو إبدال إلى الهمزة الثانية الساكنة حرف مد يناسب الحركة التي قبلها. شوف كده يعني إيه؟ يعني عندي همزتين، عندي همزة وعندي همزة، تمام؟ الهمزتين دول في واحدة فيهم اللي هي التانية دي ساكنة، خلاص؟ التانية دي إيه؟ ساكنة. بيحصل لها إبدال. الإبدال ده بيكون بحسب حركة الهمزة الأولى ده، لو هي مفتوحة تبقى ألف، لو هي مضمومة هتبقى واو، لو هي مكسورة هتبقى ياء. خلاص كده بكل بساطة خالص، هما همزتين، الهمزة التانية ده هي ساكنة، الهمزة التانية دي بيحصل فيها بدل إبدال، بيجي حرف من الحروف التلاتة بتوع المد، يا ألف يا واو يا ياء. الالف او الواو او الياء الدولين بيجوا بحسب مين؟ الحركه اللي هي بتاعت الهمزه الاولى، لو كانت مضمومه تبقى واو، مفتوحه الف، مكسوره ياء. هوري لك دلوقتي. يبقى التعريف اهو، وعايزك تعرف الشكل ده وكده بكل سهوله. ابدال الهمزه الثانيه، ابدال الهمزه الثانيه تمام الساكنه حرف مد يناسب الحركه التي قبلها. علامته ايه؟ ان ياتي حرف المد بعد الهمزه، يأتي حرف المد بعد الهمزة. احنا لما نيجي ناخد مد متصل مد المنفصل كل ده بيكون الهمزة بتكون بعد حرف المد. هنا في البدل بيكون الهمزة سبقت حرف الايه؟ المد. شوف كده مثل آمنة، شوف دي همزة، الألف دي أصلها همزة، خلاص ألف. طيب شوف كده أصلها ها أأمن، ها همزة وهمزة تانية ساكنة، ها ودي طبعا الهمزه الاولى دي ايه؟ مفتوحه اهي، آمنة، فابدلت الثانيه ده اهي، ابدلت ايه؟ الف اهي، بقى الايه؟ بقى آمنة. شوف كده اوتو، اصلها الواو ده همزه، اوتو اهي، فايه اللي حصل؟ الهمزه ده اهي ابدلت واو علشان الهمزه الاولى مضمومه. أوتو حركتين في الألف المد، الألف دي والواو دي، هنا ده إيه؟ بدل، والتانية الهمزة التانية أبدلت علشان الهمزة الأولى إيه؟ الحركة بتاعتها مضموم. شوف كده إيتاء، همزة أهي وعندك الياء أهي، الياء دي أصلها إيه؟ أصلها إئمان أهي، شايفها؟ همزة اهي ساكنة أبدلت ياء علشان الهمزة دي إيه؟ علشان الهمزة الأولى مكسورة، فبقت الإيه؟ الياء، زي ما أنت شايف كده. وقس على ذلك إيه؟ أي حاجة في مد البدل بالطريقة اللي أنت شايفها دي. يبقى أصل عندي همزتين، الهمزة الأولى الحركة بتاعتها بتحدد عندي البدل في مين؟ في الألف أو الواو أو الياء، مفتوحة ألف، مضمومة واو، مكسورة ياء. لو ما كانش أصل المد همزة فده بيسمى شبيه البدل. شبيه الإيه؟ البدل، زي كلمة قرآن، مسؤولة، إسرائيل.
فيها بدل. طيب علشان الموضوع ما يكونش فيه يعني ايه التفريعات او شيء، انا عايزك تقول عليه ان هو مد بدل. يعني مش هتيجي وانت بتطبق القواعد وكلام من ده نقول يا ترى اصل دي فيها الايه الاصل المد همزه ولا مش اصله همزه. لا، انا يعني افضل ان احنا في الايه في البدل نقول ده مد بدل، سبقت الهمزة حرف المد نقول إيه؟ نقول ده مد بدل، سواء كان أصل المد همز أو ما كانش إيه؟ أو ما كانش الهمز. خلاص؟ ده بالنسبة للمد الإيه؟ البدل بالشكل اللي أنت شايفه ده، إبدال الهمزة الثانية الساكنة حرف مد يناسب الحركة التي قبله، وعلامته أنه يأتي الإيه؟ حرف المد بعد الهمز. شوف كده عندي اجتماع همزة الوصل وهمزة القطع. إذا اجتمعت همزة الوصل والقطع الاثنين، أنتوا عارفين طبعا همزة الوصل بتثبت عند الابتداء وتسقط عند الايه الوصل، القطع بتثبت في الاثنين، خلاص، في وصل أو ابتداء. فيجب لو اجتمعوا الاثنين في كلمة واحدة فيجب إسقاط همزة الوصل وتحقيق همزة القطع. يعني احنا بنسقط همزه الوصل وبنحقق همزه القطع، القطع اللي هي ده في حاله الوصل، دي القاعده العاديه بتاعت همزه الوصل والقطع. زي ايه؟ الذي اؤتمن، الذي اؤتمن همزه وصل ايه وهمزه القطع ايه. احنا لما نيجي ننطق الذي اؤتمن بنسقط دي وخلاص، ودي ايه موجود، دي القاعده العاديه بتاعت همزه الوصل. ده بالنسبه للوصل. عندي الفكره كلها في مساله الايه الابتداء اهي، وتقرأ ابتداء بتحقيق همزة الوصل المضمومة وإبدال همزة القطع واو يناسب ضمة همزة الوصل. هنا في الكلمة دي أوتمنا، أوتمنا بنثبت وبنحقق همزة الوصل ده اهي، وبنبدل دي بنبدلها واو علشان همزة الوصل هنا ايه مضمومة، أوتمنا خلاص، فأبدلت ايه همزة القطع في حالة الابتداء. لما تجتمع همزة الوصل وهمزة القطع الاتنين يجتمعوا لما نيجي نبتدي بها بنبدل ونعمل إبدال لهمزة القطع بسبب الحركة اللي موجودة على همزة الوصل، إن كانت واو إن كانت ياء هتبقى، إن كانت كسرة هتبقى ياء، إن كانت ضمة هتبقى إيه هتبقى واو، وغيرها وقص على هذا الأمر. شوف كده ده مثال. عندي مثال تاني، إلى الهدى أتينا، همزة وصل إيه وهمزة إيه قطع. شوف ده في الوصل هتسقط همزة الوصل ده وتثبت همزة القطع، ما فيش عندك مشكلة. ده ايه؟ إلى الهدى أتينا، خلاص أسقطنا همزة الايه؟ همزة الوصل وأثبتنا همزة القطع. ابتداء بقى، جينا نبتدي بكلمة إيتينا، إيه اللي حصل؟ همزة الوصل دي ايه؟ مكسورة، فحصل إبدال لهمزة القطع ياء علشان تناسب الايه؟ الحركة اللي هي الكسرة. أبدلت القطع ياء لمناسبة أو تناسب الإيه؟ الكسرة اللي هي بتاعت همزة الإيه؟ همزة الوصل. ده كده إحنا جبناها في اجتماع همزة الوصل والقطع، علشان في عندي بدل في مسألة الإيه؟ الابتداء بهمزة الإيه؟ الوصل والقطع لو اجتمعوا في كلمة إيه؟ في كلمة واحدة. ده بالنسبة للملحقات، كده إحنا أخذنا مد العوض وأخذنا كده مد الإيه؟ مد البدل. هنبدأ دلوقتي نبص كده في المصحف، ركز كده معايا في الصفحة رقم 7 في سورة البقرة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، شوف همزة سبقت حرف المد الألفة. أنا عايزك ما هنقولش أصلها همزة ولا أصلها مش همزة، هنقول إن ده مد إيه؟ مد بدل من ملحقات المد الإيه؟ من ملحقات المد الطبيعي. يا بني إسرائيل، ها شايف الهمزة اهي سبقت حرف المد اللي هو الياء، ياء ساكنة مكسور ما قبلها، ياء ساكنة مكسور ما قبلها. وآمنوا، ها همزة اهي سبقت حرف المد، يبقى عندي ده ايه؟ يبقى ده مد بدل ملحقات المد الطبيعي. ولا تشتروا بآياتي، بآياتي ها مد بدل من ملحقات المد الطبيعي، بيمد معايا كام؟ بيمد معايا حركتين. وأقيموا الصلاة وآتوا، وآتوا ها مد بدل من ملحقات المد الطبيعي.
وإذ نجيناكم من آل فرعون. ها شوف عندك الهمزة سبقت حرف الإيه؟ المد، يبقى ده إيه؟ ده مد الإيه؟ مد البدل. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. ها برضو مد الإيه؟ مد البدل. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. آتينا همز سبقت حرف الإيه؟ حرف المد. قس على ذلك طبعا القاعدة هي واضحة جدا، وطبعا أنت في الطبيعي بتقرأ مد البدل إيه؟ بالحركتين زي ما أنا قلت لك، لأنه من ملحقات المد الإيه؟ الطبيعي. فمن الطبيعي أن أنت هتجيب حركتين وأنت بتقرأ. الواجب بتاعنا إن شاء الله في الدرس ده هيكون مد البدل في الصفحة رقم 9 من سورة البقرة. هنطلع مد البدل لو موجود فيها، وتبدأ ان انت تبعتها لي اما على الواتس او على رسائل ايه الصفحة او في التعليقات على الفيديو. أسأل الله الكريم الحليم ان ينفعنا بالقرآن العظيم في الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه وتعالى ان يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبتم يا أهل القرآن، ونلتقي دائما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.